طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا، وشكرا على المشاركة اليوم. وطبعا نخص بالشكر أخونا عمار على المبادرة الجميلة جدا دي، وإن شاء الله وللغيث قطرة. يعني ففي كثير من الشباب معانا في الجروب أصحاب خبرات طويلة، فنتوقع نشوفهم في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله. الليلة إن شاء الله أنا هتكلم عن الألتراساوند في ليفر ترانسبلانت، وقد يكون كثير مننا يعني ما قاعد يشتغل ليفر ترانسبلانت، لكن في الآخر هو الفكرة واحدة. يعني أنت في الآخر هتعمل أسيسمنت للجراي سكيل بتاع الليفر، وهتعمل دوبلر ستادي. فنفس الكونسيبت بتاع الدوبلر والجراي سكيل اللي هو هنطبقه اليوم على الليفر ترانسبلانت، ممكن أنت تطبقه على نيتف ليفر إذا أنت مثلا ما قاعد تشتغل ليفر ترانسبلانت. فهنتكلم عن 3 محاور اليوم إن شاء الله. ففي البداية هنتكلم عن النورمال ليفر ترانسبلانت والدوبلر فاسكوليتشر بتاعت الليفر، وبعدين هنشوف الكومبليكيشن اللي بتحصل سواء ديورينج الانتر اوبريتيف او البوست اوبريتيف. وفي الاخر هعرض بعض الكيسز ونناقشها مع بعض إن شاء الله. فأنا صراحة اجتهدت أن كل الكيسز يعني تكون from our daily practice، سواء done by me or my colleague، سواء هنشرح عليها النورمال دوبلر او فيها abnormality. طبعا اول ليفر ترانسبلانت كانت في 1963 في كولورادو يونيفرسيتي، وهي actually lasting for 2 months only. طبعا اكيد السبب كان في الوقت ذاك اللي هو الاستيرلايزيشن والسيرجيكال تكنيك ما نفس الحاجة الموجودة اليوم. فبعد ذاك هم نفسهم رجعوا في 1967 وعملوا another liver transplant واعتبروها success لأنها lasting for more than 1 year. طبعا الدوبلر ultrasound هي primary modality for assessment of the liver transplant. فالassessment طبعا بيبدأ من الانتروبريتيف، يعني فبيكون في assessment أثناء العملية، بعد ذاك الفولو اب كل البرايمري موديلتي هي بتكون الالتراساوند. وطبعا الايرلي ديتكشن بتاع الكومبليكيشن بيساعد كتير في نجاح الليفر ترانسبلانت، لانه في الاخر يعني هي عمليه كبيره، وبالذات لما يكون الدونر ليفينج فبيكون الخوف انه الناس تفقد الليفر دي. يعني طبعا زي ما عارفين انه الالتراساوند هي لو كوست وكان بيضن بيت سايد، وطبعا الريكومنديشن انه تبي ضن باي اكسبيرينس اوبريتر. طيب اول حاجه نشوف الانديكيشن فور الليفر ترانسبلانت. طبعا اي حاجه بتؤدي الى اند ستيج ليفر فهي تعتبر انديكيشن لليفر ترانسبلانت، يعني زي السيروزيس والاتش سي سي والهيباتايتس والاسكلروتيك كولانجايتس والويلسون ديزيز. في البيدياتريك مثلا اكتر حاجه بنشوف اللي هم الناس اللي عندهم بيلري اتريجا في النيونات، فديل برضو يعني فئه كبيره من الناس اللي بيعملوا ليفر ترانسبلانت بعد ما يسووا الكاساي بروسيدا يحاولوا يعملوا كوركشن للليفر الموجوده اوريدي، ومعظمها بيحصل لها فيلد وبيلجوا لليفر ترانسبلانت في الاخر. الكونتر انديكيشن كثيره، فممكن نذكر منها انه ما يكون في كيسترا هيباتيك مالينسي. طبعا برير للترانسبلانت بتعمل سكرينينج كامل واسسمنت للبيشن، فبيتاكدوا انه ما في اي يعني كونتر انديكيشن ممكن تكون موجوده، سواء كانت مالينسي في مكان ثاني في البودي او اذا كان عنده ديفيوز هيباتوسيلولار كارسينوما. هم طبعا ناس الاتش سي سي هم بيتعمل لهم زراعه، لكن طبعا عندهم كراتيريا معينه، يعني فاذا كانت ديفيوز بشيء معين فبتكون كونتر انديكيشن. طبعا اذا كان في ان كنترول انفكشن وناس السيفير كارديوبلمنري ديزيز وناس الكحول ابيوز، وزي ما قلنا هي الليسته قد تكون كثيره. يعني طيب نجي للترانسبلانت. طبعا انت عشان تعمل زراعه بتاعت كبد قدامك واحد من خيارين، يا اما انه يكون في بالنسبه للدونيشن طبعا انا اقصد، فيا اما تكون ديزيز دونر ليفر اللي هي دي ليفر بياخدوها من
من بيشن عنده اللي هو متوفي دماغيا، فبتتاخد الليفر كلها وبتتزرع زي ما هي، او انه تكون من ليفنج ريليتد. وفي الحاله دي في العاده بياخدوا الرايت لوب اذا كان الريسيبيان ادلت، وبتاخد الليفت لوب اذا كان الريسيبيان بيدياتريك، طبعا عشان تكون يعني حجمه كويس مع وصل انه هو بيدياتريك. طبعا لما يجيبوا الليفر في الفيل بتاع الاور، في اربع انستموزيس بيتعملوا. طبعا احنا لما نقول كلمه انستموزيس قاصدين بقى نقطه بتاعه التقاء او توصيل. ففي سيري فاسكولار انستموزيس اللي هم هيوصلوا الهيباتيك ارتري، ممكن نشوفه هنا في الدياجرام. هنا فعندنا الهيباتيك ارتري من الدونر، دونر هيباتيك ارتري هيتوصل مع الهيباتيك ارتري بتاع الريسيبيان. فالمنطقه دي بنقول عليها شنو؟ الانستموزيس. فطبعا دي المنطقه اللي ممكن تحصل فيها كومبليكيشن، اللي هو سواء يحصل فيها ستينوزيس او او او, أو اذا في ثرومبس برضو تحصل بدايه من هنا. فتاني بالنسبه للبورتال فين برضو بتوصل الدونر بورتال فين، هيتوصل مع الريسيبيان بورتال فين. طبعا شكل الانستموزيس ده اسمه اند تو اند سايد، اند سايد تو اند سايد انستموزيس، اللي هو زي ما شايفينه هنا في البورتال فين. بالنسبه للاي في سي في نوعين من الانستموزيس بيدعمل، يا اما اند سايد تو اند سايد، وده بيكون طويل لانه انت هتجيب الليفر هتعمل انستموزيس في السوبر هيباتيك بورشن بتاع الاي في سي والانفرا هيباتيك بورشن بتاع الاي في سي. فهم مرات لا بيعملوا حاجه اسمها بيجي باك او 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 اند تو سايد انستموزيس، بتكون اسهل هنشوفها بعد شويه في دياجرام تاني. تاني طبعا عندنا نون فاسكولار انستموزيس اللي هو هيكون السي بي دي. طبعا في العاده احنا قلنا اذا ديزيز دونر اللي هي ليفر كامله يعني، فهتتوصل السي بي دي مع السي بي دي انسايد تو انسايد. لكن اذا انت شايل رايت لوب او ليفت لوب من ليفينج دونر، ففي الحاله دي بيعملوا هيباتوجينوستومي. الهيباتوجينوستومي اللي هو انه بتتوصل الهيباتيك دب مع الجوجينوم دايركت، فما بكون في سي بي دي. وحتى مرات حتى في الديزيز دونر اذا حصل دمج للسي بي دي فهم برضو بيعملوا هيباتوجينوستومي. طبعا احنا قلنا النون فاسكولار انستموزيس اللي هو السي بي دي، ومرات بيتعمل هيباتوجينوستومي، اللي هي دي اشكال الانستموزيس اللي بتتم. قلنا يا انت سايد تو انت، انت تو انت سايد، او انت تو سايد اللي هي تتعمل في الاي في سي، مرات اسمها بيجي باك، ومرات طبعا بيتعمل سايد تو سايد، لكن دي الاكثر اثنين كومون. طيب بعد كده نحن نشوف نحاول نعمل ريفيو مع بعض وريفريش للنورمال ابيرنس بتاعت الهيباتيك فاسكوليتشر قبل ما ندخل في الكومبليكيشن والابنورماليتي الممكن تحصل. فابتداء من الهيباتيك ارتري، وطبعا الهيباتيك ارتري عنده ويف فورم احنا بنقول عليه لو ريزيستيف، عنده لو ريزيستيف اندكس. فحاله من حال الكدني الرينال ارتري او الفيزل اللي بتغذي البرين او البلاسينتا، فاي سوليد اورجان بيكون عنده هاي ريزيستيف اندكس ارتيريال سبلاي. والكلام ده ليه؟ لانه هو بيحتاج كونستنت بيرفيوجن، فبيحتاج انه البلد يكون واصله طول الوقت، فعشان كده الريزيستنت بتكون شنو؟ بسيطه. عكس مثلا اللور والابر اكستريميتي فهي بتكون الريزيستنت فيها عاليه، يعني انت قاعد ما زي لما انت بتجري، فعشان كده هي بتحتاج انترميتد بلد سبلاي. فطبعا هو الهيباتيك ارتري اللي هو لو ريزيستنس، والفيلوسيتي مفترض بيقول لك تكون اقل من 2 سنتيمتر بير سكند، والريزيستيف اندكس بتكون من 0.5 to 0.8. خلينا نشوف الكلام ده. فهي الريزيستيف اندكس طبعا هي عباره عن البيك سايستوليك فيلوسيتي ماينس الاند سايستوليك فيلوسيتي ديفايدد باي البيك سايستوليك فيلوسيتي. والنورمال رينج قلنا من 0.5 to 0.8. طبعا هو الماشين هيقيس لك اوتوماتيك، يعني انت بس هتاخد من البيك سايستوليك للاند سايستوليك، هو هيديك الريزيستيف اندكس. والنورمال اكسلريشن تايم بتاع الهيباتيك ارتري بيكون less than 0.08 سكند. الاكسلريشن تايم هو طبعا الزمن اللي بتحتاجه الويف
من الان دايستوليك لحد ما تصل البيك سايستوليك. فنحن مهم نعرف النورمال ويف عشان بعدين لما يكون عندنا ستينوزيس ويكون عندنا اب نورمال ويف نقدر نميز بيناتهم. طبعا نحن قلنا الريزيستيف اندكس من 0.5 ل 0.8، لكن لما يكون عندنا بيشن بوست ليفر ترانسبلانت فانت لحد 3 ل 7 ايام ممكن طبيعي تلقى انه الريزيستيف اندكس هاي، تلقاها 0.82 0.87 حتى ممكن تلقاها مونوفيسك يعني. والكلام ده بيكون نتيجه لانه بيكون في سكندري ليفر اوديما، وهو طالع من اوبريشن، فاكيد بيكون في اوديما حوالين الارتري مسببه الحاجه دي. وتاني برضو الحاجة دي بيعزوها للإسكيميك تايم، هو طبعا كل أورغان عنده إسكيميك تايم، فإنت كل ما العملية زادت معناه إنت زدت الإسكيميك تايم. لكن في العادة لما الريزيستيف إندكس تكون هاي بترجع بتتحسن within 3 to 7 day. فهنا عندنا في هنا الهيباتيك أرتري في يسار الشاشة الريزيستيف إندكس كانت عالية، كانت 0.86. الصورة دي مأخوذة انترا اوبريتيف، لو ملاحظين البروب دايركت مع الليفر وما في سكين هنا، فكانت هاي ريزيستيف اندكس انترا اوبريتيف. اتعمل فولو اب في داي 1 اللي هو السكند داي، فكان شكل الويف فورم اتصلح والريزيستيف اندكس بقت لو وكانت اولموست 0.7. فده بورينا انه سكندري للاوديما فديورينج الانترا اوبريتيف او البوست اوبريتيف ايميديتلي الريزيستيف اندكس ممكن تكون عاليه. نجي بعد كده نشوف البورتال فين. البورتال فين طبعا هو عنده مونيفيسيك ويف فورم وبتكون ماشيه توارد الليفر. فمن الحاجات المهمه انه بيكون ابوف البيز لاين وبيكون في نفس الدايركشن بتاع الهيباتيك ارتري. هو طبعا عنده سلايت بلساتيليتي بتحصل نتيجه للريسبيراتوري فيسيسيتي والكارديك بلساتيليتي، لكن البلساتيليتي اللي فيه بتكون حاجة بسيطة جدا. طبعا بالنسبة للليفر ترانسبلانت برضو من الحاجات اللي ممكن تحصل وتعتبر طبيعية وبتحتاج فقط فولو اب انه يكون في ديسكربنسي او ميس ماتش في السايز بتاع البورتال فين بين الدونر والريسيبيان. يعني هنا كمثال الدونر ظاهر الدونر كان الليفر دونيشن كان من ادلت بيشن، فكان الدايمتر بتاع البورتال فين كومبير مع الدايمتر بتاع البورتال فين في الريسيبيان كان اكبر منه، لكن مع الفولو اب التشينج ده بيبدا شنو يختفي. طبعا دي حاجه ممكن تسبب لك هاي فيلوسيتي في المنطقه بتاعت الانستيموزيس، لكن اذا كان ما عندها كلينيكال افكت على البيشن فالبيشن بيتعمل له فولو اب بس وما بتعتبر انها استينوزيس. هنا on the other hand عندنا portal vein فما في فرق واضح في الدايمتر بين الدونر والريسيبيان portal vein. طبعا دي المنطقة بتاعت الانستيموزيس اللي هي اللي اتعمل فيها السوت شيرينج، فدي غالبا هنا سوت شيرينج يعني اكتر من انها filling defect. من اشكال الابنورمال ويف فورم بتاعت البورتال فين اللي هو انه يكون بلساتايل. طبعا بوست الاوبريشن برضه نحن في الليفر ترانسبلانت ممكن نشوفه شنو بلساتايل، لكن عموما حتى في الـ في الـ في, الـ في النيتف ليفر اذا انت بتسوي سكان عادي للليفر فمرات بتلقى انه في تو ان فرو فلو، اللي هو الفلو بيكون ماشي ابوف البيس لاين وبعدين جاي بصوره بسيطه ماشي بلو البيس لاين. دي حاجه طبعا بتشوفها ممكن مع البورتال هايبرتنشن مع الترايكسب ريجرتيتيشن مع الناس اللي عندهم رايت هارت سايد فيريال، او اذا كان في فيستولا ارتريو بورتال فين فيستولا، فبالتالي انه الارتري حيكسب البورتال فين نوع من البلساتيليتي بيكون شكلها كده. طيب الان نشوف الهيباتيك فين. دي صوره ماخوذه انترا اوبريتيف للليفت هيباتيك فين ومريانا الايديال ويف فورم اللي هي بتكون ترايفيسيك، فعندها اتريال سايستول بعدين جايه فينتريكل سايستول بعدين فينتريكل دايستول، فده شكل الايديال ويف فورم للهيباتيك فين. فاي ويف غير كده معناه بترمز لديزيز معين او ابنورماليتي معينه يعني. فمرات السيروتيك بيشن الهيباتيك فين بتبقى اتنويتد وبتبقى مونوفيسيك، ناس البات كياري سيندروم ممكن برضو تبقى ثرومبوز او تبقى مونوفيسيك، فالابنورماليتي بعد ده بتكون كثيره.
طيب نحن كده يمكن مشينا على الشيء النورمال، بعدها نبدأ ندخل في الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل during الليفر ترانسبلانت او بوست الليفر ترانسبلانت. فنحن هنقسمها لاثنين، هنا عندنا نون فاسكولار كومبليكيشن وفاسكولار كومبليكيشن. النون فاسكولار اللي هي انه يكون عندنا كولكشن، سواء الكولكشن ده انترا او اكسترا البرانكيميا بتاعت الليفر. وتاني برضو من الكومبليكيشن اللي بتحصل بتكون ريليتد للبيلاري سيستم، سواء تكون في شكل بتاع سي بي دي استريكشا مسببه لنا انترا هيباتيك بيلاري دايليتيشن. وبعد ذاك اخر حاجه اللي هي الماسيس، وهم الناس زي برضو عرضة انهم يجوا مثلا على سبيل المثال يحصل لهم ريكرنس لهيباتو سيلولار كارسينوما اجين. والاهم من كده طبعا اللي هي الفاسكولار كومبليكيشن، فالهيباتيك ارتري ممكن يحصل فيه ستينوزيس وثرومبوزيس، وكذلك البورتال فين والهيباتيك فين والاي في سي. طبعا بوسط البايوبسي كومبليكيشن، لو في كومبليكيشن بتحصل بوسط البايوبسي، فهم الناس دي مع الزمن مرات بيحتاجوا ياخدوا منهم بايوبسي تو اسيس الفانكشن بتاعت الليفر. فلما ياخدوا بايوبسي ممكن يحصل لهم ارتيريو فينوس فيستولا او سودو انيوريزم. طيب نجي نبدا بالبورتال فين ونشوف ابتداء البورتال فين ستينوزيس. طبعا ستينوزيس اللي هي ضيق او ناروينج. فاي بيشن مسوي ليفر ترانسبلانت نحن زي ما قلنا نحن في انستوموزيس اتعمل وفي سود شيرنج حصل بين تو فين، فبالتالي اوريدي المنطقه دي هي اصلا بتكون نرو، فهم ات ريسك انه يحصل لهم بورتال فين ستينوزيس. فهنا هنقول في ستينوزيس 200، فده هنا بورتال فين لو ملاحظين في اليازنج هنا وفي هاي فيلوسيتي اللي هي 117. لما جينا طبعا هنقارن الفيلوسيتي في المنطقه بتاعت الاستينوزيس اللي هي الضيق هنقارنها بما قبلها. لما جينا هنا بريل انستيموزيس فلقينا الفيلوسيتي 34، فالفيلوسيتي اولموست جامب من 117 ل 34 اللي هي بمعنى ان الفيلوسيتي 3 اضعاف ال 34 واكثر يمكن. طبعا مرات برضو بقول لك ان انت بتشوف بوست استينوتيك دايليتيشن، فدي من علامات الاستينوزيس. هو اكشولي البيشنت ده مع الفولو اب هي بيكام بيتر، وده هنا الفيلوسيتي لما اخذناه في المنطقه بتاعت الانستيموزيس اللي هي المنطقه اللي هنا كان نرو والفيلوسيتي فيها 117، الفيلوسيتي رجعت نورمال وكانت 61. طبعا في حاجه مهمه انه نحن لما نشتغل نيتف ليفر بنقول مثلا الفيلوسيتي بتاعت البورتال فين من 16 لكم 30، لكن الترانسبلانت بيشن طبعا انذر كونديشن، يعني فانت عادي بتلقى فيلوسيتي عاليه. المهم انه ما يكون في شنو فرق في الفيلوسيتي بين المنطقه بتاعت الانستيموزيس والبري انستيموزيس والبوست انستيموزيس. طيب another complication ممكن تحصل لنا اللي هي portal vein thrombosis. طبعا احنا هنشوف filling defect في اليومين بتاع البورتال فين، سواء كان occlusive thrombus او non-occlusive. non-occlusive اللي هي بتكون partial وبيكون يعني في فلو في البريفرال بتاع الفيزل، والثرومبس نفسها طبعا ممكن تكون ايزوكويك. واذا ما عندك فيلينج بالدوبلر انت لازم تعمل كونفيرميشن بالسبكترال ويف تتاكد انه ما في فلو. طيب الصوره دي ماخوذه انترا اوبريتيف، وكان واضح انه في ثيكنينج في الوال حق البورتال فين، طبعا الصوره دي برضو انتر اوبريتيف، فكانت الفيلوسيتي 17. هو في فيلينج في البورتال فين لكن في ثيكنينج في الوال حق البورتال فين. الصوره اللي هنا دي اتاخذت بعد ما البيشن يتقفل وطلع من الاو ار، فكان في فيلينج ديفكت واضح وكان البورتال فين ترومبوز. ففي حاله زي دي طبعا رجعوا دخلوا البيشن ثاني او ار واتفتح من جديد وعملوا ثرومبوكتومي. الصورة دي بعد ما الثرومبس اتشالت والكلر رجع عبة تاني بصورة أفضل، وبالبلس ويف حتى الفيلوسيتي أصبحت بيتر بقت 26، إحنا قبل شفناها 17 يعني في الفيرست أو آر، ففي السكند أو آر بقى بيتر.
طيب نيجي نشوف حاجة ثانية، الهيباتيك فين، طبعا اللي هي برضو ممكن يحصل فيها ثرومبوزيس او استينوزيس. انا في الحقيقة فتشت يعني ما لقيت صورة لهيباتيك فين استينوزيس، فحعرض الهيباتيك فين ثرومبوزيس، وبعدين في الكيس اللي حنناقشها حنشوف حاجة قريبة من الفكرة بتاعت الاستينوزيس ان شاء الله. هنا دي انتر اوبريتيف التراساوند، فكان واضح انه الرايت هيباتيك فين اوريدي اتينويتد كومبير بالميدل هيباتيك فين، حتى البلس ويف الفلو كان ويك، الفلوسيتي كانت اولموست 20 لو قارناه مع الفلوسيتي بتاعت الميدل هيباتيك فين اللي هي اولموست مور ذان 40 ومور ترايفيسيك. دي هنا بوست الاو ار، فكان بالباور دوبلر ما في فلو تماما في الرايت هيباتيك فين، والميدل هيباتيك فين معبي معانا كويس. بالبلس ويف كان في ويك فلو، وحتى قد تكون ارتفاكت يعني. هنا حاولنا ناخذ صورة بالبي فلو كلر، البي فلو طبعا مور سنسيتيف، فالحتة بتاعت الرايت هيباتيك فين برضو ما كان في فيلينج. ده هنا الميدل هيباتيك فين وهيس برانش، فالبيشن رجع الاو ار تاني وعمل ثرومبوكتومي للرايت هيباتيك فين، لكن ستيل برضو كان في نيروينج وهو داخل على الاي في سي، وكان في ثيكنينج هنا في الوال، فاتاخد بلس ويف، فكان في شوية فلو بيتر كومبير مع قبل ما يرجع يفتحه تاني. لكن الحاجة الملاحظة تاني انه في سكتر اريا اوف هايبوكوجينيسيتي على الرايت لوب بتاع الليفر، فتعمل سي تي ليتر اون، وفي السي تي هنا في الرايت لوب في اريا اوف لو اتينويشن، فدي كونفيرم تو بي يعني اريا اوف انفاكشن او اسكيميا فديو تو الفينوس انسلت. فالثرومبس في الرايت هيباتيك فين عملت اسكيميا في الرايت لوب، حتى هنا في الليفت لوب في area of infarction and ischemia، لكن دي related للهباتيك artery. وهنا اللي قدام حنرجع للكيس ده تاني، طبعا البيشن ده lost his graft يعني حصلت له ischemia في left lobe نتيجة لل insufficiency بتاعت ال blood supply due to stenosis في الهباتيك artery، وفي الرايت لوب due to المشكلة بتاعت ال thrombosis في الرايت هيباتيك vein. طيب تاني من الكومبليكيشن اللي هي ممكن تحصل اللي هو واحدة من الكومبليكيشن تاني اللي ممكن تحصل اللي هو اي في سي ثرومبوزيس. دي هنا بوست ليفر ترانسبلانت، ففي نان اوكلوسيف ثرومبس اوكيوباي الاي في سي. احنا قلنا نان اوكلوسيف لانه ما يعني ما ما ما, ما توتالي ثرومبوز الاي في سي. دي صورة برضو بالبي فلو عشان نشوف الكالر يعني مع الفولو اب الثرومبس ريجريس في السايز والبيشن بيكام بيتر، لكن خلقت هنا في المنطقه دي نوع من الاستينوزيس او النروينج، فده طبعا احنا هناخد فيلوسيتي هنا ونشوف هل الفيلوسيتي عاليه ولا نورمال. وفعلا لما اتاخدت فيلوسيتي في المنطقه دي فكانت الاي في سي الفيلوسيتي اولموست 200، طبعا ده قلنا نتيجه لل انه بعد ما حصل ريجريس في السايز بتاع النانوكلوسيف ثرومبس برضه ستيل كان في نيروينج في اليومين. ده نفس البيشن، فدي هنا صوره للرايت هيباتيك فين، فواضح انه مونيفيسيك، ودي صوره للميدل هيباتيك فين برضه مونيفيسيك لكن شو هاي فيلوسيتي، فالفيلوسيتي في الميدل هيباتيك فين كانت اولموست 100، في الرايت هيباتيك فين كانت 20. فالهاي فيلوسيتي دي قد تكون نتيجه للاستينوزيس اللي حصل في الاي في سي ده. طيب الان نشوف الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل مع الهيباتيك ارتري، والكومبليكيشن مع الهيباتيك ارتري هي الموست فريكوينت كوز اوف موربيديتي اند جرافت لوس ايميديت بوست ليفر ترانسبلانتيشن، لانه الهيباتيك ارتري هو طبعا بيعمل هو اللي بيدي البلاد سبلاي للبيليري سيستم، فاذا كان في اي مشكله في الهيباتيك ارتري
هيحصل بيليري نكروزيس، وده هيؤدي الى ليفر اسكيميا وانفاركشن. وواحده من الحاجات اللي بتخلي ان الكومبليكيشن مع الهيباتيك ارتري نفسه كثيره، لانه هو طبعا الدايمتر بتاعه صغير، يعني لما انت تقارنه بالبورتال فين والهيباتيك فين والاي في سي. طبعا احنا كبير قلنا انه اللي هو لحد 3 3 to 7 day انت ممكن تلقى high resistive index في الهيباتيك artery which is accepted due to secondary to الأوديما. فدي صورة كانت في day 1 فالهيباتيك artery كان resistive index high، كانت almost 0.85. في الفولو اب next day الويف فورم شكلها يتغير وبيجت low resistance والresistive index بيجت 0.78. دي هنا فيرست داي بوست ليفر ترانسبلانت، ففي اوبسيفيكيشن واضح في فيلينج واضح في الهيباتيك ارتري، ده هنا البورتال فين وده هنا الهيباتيك ارتري. في داي 8 ما كنا قادرين نشوف بلس ويف في الهيباتيك ارتري سواء بالكلر او البلس ويف، فهنا توتالي ثرومبوز في الهيباتيك ارتري. طبعا ده هيؤدي للوست اوف ذا جرافت. يعني هنا عندنا another case of hepatic thrombosis دي intraoperative ultrasound، فالهيباتيك artery فيه feeling good feeling. في ال follow up كان ما في flow at all في الهيباتيك artery، وده indicate انه totally thrombose. هنا عندنا portal vein والهيباتيك artery not fill. طيب بعد كده نشوف الهيباتيك artery stenosis. وطبعا احنا قلنا زي ما قلنا يعني في لما تيجي انت تشوف استينوزيس ايا كان مكانه، فانت هتلقى هاي فيلوسيتي واليزنج في المنطقه بتاعت الاستينوزيس نفسها، ودي ستيلي بتلقى اللي هي التاردس بارفس ويف فورم، وبروكسيمال للاستينوزيس بتلقى هاي ريزيستيف اندكس. فالتاردس بارفس ويف فورم اللي هي انه الريزستيف اندكس تكون اقل من 0.5 والاكسلريشن تايم يزيد، لان احنا قلنا قبل النورمال 0.08 سكند فهو حيزيد، فشكل الويف حيكون عامل بالشكل ده. دي هنا عندنا في البوتوم نورمال ويف اللي هي عندنا شارب ابستروك سايستول ولونج فورورد ان دايستول، دي النورمال ويف فورم بتاعت الهيباتيك ارتري. فلما يكون تاردس بارفس اللي هو بيكون عندنا سلو ابستروك وديمينيش في الامبليتيود، والاكسلريشن تايم نفسه اذا شفناه هنلقاه اكتر من 0.08 سكند، والريزستيف اندكس هتكون less than 0.5. طبعا انت لما تلقى في تاردس بارفس ويف فورم انترا هيباتيك فدي انديكيتر بالنسبه لك انه في بروكسيمال استينوزيس في الهيباتيك ارتري. انفورشنتلي نحن بالالتراساوند مرات ديو تو الاكسسيف جازز، فانت مرات صعب تعمل توتال اسسمنت للهيباتيك ارتري كل هو طالع من السيلياك لحد ما يدخل الليفر، فمرات هما طبعا بتعمل بعد ذاك سي تي انجيو. طيب هنا عندنا الرايت هيباتيك ارتري وين وي ار سكانينج، فلقينا انه الريزستيف اندكس 0.48، عندنا لو ريزستيف اندكس، وعندنا الشكل بتاع التاردس بارفس ويف فورم. فلما مشينا بروكسيمال لقينا فيه اليزنج بالكلر ايمج، وبالبلس ويف لقينا هاي فيلوسيتي مور ذان يعني اولموست 400، فهنا كان فيه هيباتيك ارتري ستينوزيس. واحدة من الكومبليكيشن اللي احنا قلنا بتحصل اللي هو البوست البايوبسي اللي هو السودو انيوريزم. انا انفورشنتلي صراحة ما لقيت صورة للانيوريزم، فاضطريت اجيب صورة من الليتريتشا ان شاء الله تكون ريبريزنتيف. يعني فعندنا هنا السودو انيوريزم طبعا بنشوف حاجاته المعروفة اللي هو بنشوف البيبسي ساين او الينج يانج ساين، عندنا الهيباتيك ارتري وهنا دي المنطقة بتاعت الانيوريزم، وايفن هنا في partial thrombus في الانيوريزم itself.
وطبعا اذا اخذنا بلس ويف في النيك بتاعت الانيوريزم هنشوف التو ان فرو، هنشوف التو ان فرو بلس ويف. فهنا البلس ويف اتاخذت في النيك بتاعت السود انيوريزم، فهنلقى انه الفلو جاي اباف البيس لاين وبلو البيس لاين ومكمل على هذا الشكل. طيب نحن كده بعد ما غطينا الفاسكولار كومبليكيشن اللي ممكن تحصل مع الليفر ترانسبلانت، ننتقل الان للنون فاسكولار كومبليكيشن. نحن زي ما قلنا ايزر انها هي كولكشن او ماسيس او بيليري كومبليكيشن. فبالنسبه للكولكشن طبعا الدور بتاع الالتراساوند هو تو ايفالويت الفلويد كولكشن سايز وتعمل فولو اب بعد ذاك للسايز بتاع الكولكشن والليكوجينيسيتي. وطبعا برضو هي قايد الانترفنشن لما يجي تسوى درين. طبعا الديفرنشال دياجنوز للكولكشن ممكن يكون هيماتوما، ونحن وي فيفر الهيماتوما بوست اوب ايميديتلي. فاي كولكيش اي كولكشن بنشوفه بريز البوسيبيليتي بتاع انه يكون هيماتوما. البايلوما اللي هي طبعا هي بيكون في ليكج من البيليري سيستم فبتتجمع في الابدومين بتدينا كولكشن بيكون عنده ثيك وول بنقول عليه بايلوما. وصراحه مرات صعب يكون انتو ديفرشيتد من الباول لوب، بيعتمدوا على السي تي عشان يقولوا انه دي بايلوما، لكن انت باي الاكسبيرينس والكلينيكال كورليشن ممكن تكون قادر تقول انه دي بايلوما. طبعا تاني ممكن يكون عندنا لوكيلايتد اسايتس واند ابسيس. دي هنا داي 1 بوست ليفر ترانسبلانت. هنا عندنا ترانسبلانتد ليفر، عندنا هيتروجينس كولكشن سب هيباتيك بهيوج فوليوم. لما نزلنا في الميدل فيز عندنا تيربيد اسايتس، فاكشوالي البيشن ده كان عنده دروبينج في الهيموجلوبين، فده معناه ريز البوسيبيليتي انه دي تو بي هيماتوما، وانه تيربيد اسايتس ده يكون ساين بتاع اكتيف بليدنج. فالبيشن رجع لل او ار تاني حاولوا يعرفوا السبب بتاع البليدنج، عملوا ايفاكويشن للهيماتوما. دي هنا بوست ليفر ترانسبلانت في سب هيباتيك كولكشن سمول اماونت في سب هيباتيك كولكشن سيم بيشن برضو عنده هنا انذر بوكيت اوف كولكشن. هنا البيشن ده كمين بوست ترانسبلانت افتر لونج تايم يعني فور ذيس ابدومينال بين. الاسكان اتعمل واكشلي دي بايلوما بس نحنا وي ميسد ات، زي انا ما قلتها هي بتشبه الباول عندها ثيك وول. فكان الدايجنوز انه حتى نحن هنا عاملين انوتيشن انها باول على اساس انها باول لوب بس فيو ثيكنينج في الوول. البيشن كم افتر 2 داي ونحن هنا وي يوز لينير بروب فادانا هاي ريزوليوشن، فقدرنا نحس انه ده هنا كولكشن when we compare the density مع الباول. هو طبعا زي ما قلنا عنده thick wall لكن عنده extension هنا كمان. فالسي تي confirm انه دي بايلوما. البيشن طبعا عنده biliary leak فتعمل له بعد ذاك اللي هي BTD اللي هو percutaneous transhepatic drain اللي هو طبعا بيتركب درين عشان يطلع البيليري outside من الابدومينال كافيتي. ده another patient برضو في الميد ابدومين كان عندنا huge bucket of collection. طبعا هنا هو it could mimic the stomach actually during the scan the stomach it was collapse يعني. فكان الحل انه البيشن start to drink water لحد ما شفنا ال expansion في الستومك. بعد ذاك نحن we are sure انه ده collection في الميد ابدومين والسي تي confirm that it is an بايلوما. هنا برضو another case for بايلوما، عندنا collection بعضي من السب هيباتيك ماشي لحد الميد ابدومين وعنده thick wall. اتعمل سي تي سكان وconfirm زي ما قلت عندنا هنا enhancing wall فconfirm to be a بايلوما. طبعا بعد ذاك الكوليكشن ده بيدعم اللو درين ودرين اوت سايد وبيحاولوا بعد ذاك تتعالج المشكله بتاعت الليكج عشان ما يحصل تاني سواء بستنتنج او بي تي دي او وات ايفر يعني. طيب نحن قلنا النون فاسكولار كومبليكيشن بدينا بالكوليكشن
بعد كده نشوف البليري. ف احنا قلنا البايل ليك اللي هو شفناه زي البايلوما، مرات بيكون في ستريكشر في المنطقة بتاعت الانستوماتيك بتاعت البليري سيستم نفسه، فممكن طبعا يحصل بيليري نكروزز، نحن قلنا سكندري للهيباتيك ارتري اوبستراكشن، حتى ممكن يحصل ستون، وممكن يحصل سكلوريتيك كولانجايتس، فكل الكومبليكيشن ممكن تحصل يعني في البيليري سيستم. هنا عندنا ترانسبلانتد ليفر، وواضح انه في انتر هيباتيك بيليري دايليتيشن، ده انذر كيس برضه في انتر هيباتيك بيليري دايليتيشن. طبعا احنا البيليري سيستم بنعمل له اسسمنت، بنمشي مع البورتال فين، ولا الحياه بتكون ماشيه مع البورتال فين الهيباتيك ارتري والبيليري سيستم يعني. هنا برضو عندنا يمكن سيفير انتر هيباتيك بيليري دايليتيشن، وتحس انه الوال في وال ثيكنينج، لكن البيشن عمل ام ار سي بي وزي اكسكلود انه يكون في ثيكنينج في الوال، ولقوا السبب انه في استريكشا في الاريا بتاعت الانستيموزيس، والبيشن عامل هيباتو جينوستومي. هنا عندنا another patient ما في intra hepatic biliary dilatation، لكن actually في air within the biliary system which we called it pneumobilia، ففي air واضح ال shadowing بتاعه، ف the same patient وده كله air within the biliary system. طبعا احنا في ال في ال في ال في الناتيف ليفر بنشوف عادة ال air ده بعد ال MRCB وال ARCB وال أي intervention يحصل يعني. طيب اخر حاجه في النون فاسكولار كومبليكيشن اللي هي الماسيس، ف طبعا زي ما قلت هو ممكن يحصل لهم ريكيرنس للهيباتوسيلولار كارسينوما، لكن اكتر حاجه كومون بتحصل عندهم اللي هي بنقول على بي تي ال دي اللي هي بوست ترانسبلانت ليف بروليفريتيف ديسوردر، هي وان كان هي نفسها ما كومون لكن هي اكتر واحده ممكن نلقاها، بتكون في 1-2% من الليفر ترانسبلانت. وطبعا اي بيشن عامل ترانسبلانت سواء ليفر كيدني بون مارو ترانسبلانت، فبكون بياخد اميونو سبريشن دراج، فبيحاولوا ان هم ريديوس الاميونيتي بتاعته، فالحاجه دي بتاثر على البي سيل وبتحصل لها بروليفريشن، وفي الاخر ممكن تنتهي لنا بلينفوما. نحن بيهمنا في الايميجينج نحن ممكن نشوف سنجل او مالتيبل ماسيس، ممكن نشوف ديفيوز انفلتريشن في الليفر، ممكن نشوف مالتيبل لينف نود في البورتا هيباتيس، ممكن تكون انكيسنج للبورتا الفين والبايل دكت. هنا عندنا بيشن عندنا اللارج لينف نود في البورتا هيباتيس، وعامله حتى ماس افكت على البيليري سيستم، وعامله بيليري دايليتيشن. في الام ار اي لقوا انه في مالتيبل لينف نود especially في البورتا هيباتيس. طبعا الفاينل دايجنوز هيتعمل بال FNA عشان على ضوء يتحدد التريتمنت، فاذا كان هو الموضوع بس انه يعني بروفليتيف ليمف نود فهم هيقللوا الميديكيشن بتاعت اللي بتقلل المناعه والبيشن جيتنج بيتر، واذا كان الكونفيرم انها هي ده ليمفوما فبعد ذاك بيمشي اهو في الحاجات بتاعت ناس الكانسر من كيمو وراديوثيرابي وغيره. طيب بعد كده يعني انا اتمنى انه اكون غطيت يعني معظم الكومبليكيشن اللي ممكن تلاقينا during الفولو اب patient with liver transplant. فبعد ده في كم كيس هشوفه معاكم. عندنا هنا patient post liver transplant، ففي الرايت لوب هنا في area of heterogeneity، طبعا وان صنع عامل ليفر ترانسبلانت فده ريز البوسيبيليتي بتاعت انه يكون في انفاركشن او اسكيميا، فعشان كده اتعمل سي تي والسي تي كونفيرم انه الاريا دي عباره عن جست جيوغرافيك انفلتريشن او هي فاتي ليفر انفلتريشن، وكل الفيزل بيتنت.
هنا we have another patient. ده يمكن last intraoperative ultrasound we did. فهنا intraoperative الهيباتيك artery show reverse flow. طبعا احنا قلنا الـ ideal wave تكون biphasic وبعد ذاك ممكن تكون monophasic، والmonophasic بتاعنا هنا high resistance equal to 1 بنقول على تساوي 1 غالبا. لما تكون reverse معناها more than 1. طبعا من الحاجات برضو you have to put in your mind انه انت لما تلقى reverse flow درست البوسيبيليتي انه ممكن يكون في venous thrombosis، ومثلا اذا كان في main renal vein thrombosis بتلقى main renal artery show reverse flow، ونفس الشيء في الليفر. فهنا تأكدنا انه الهيباتيك vein patent والبورتال vein patent، فكان في high resistive index في البورتال vein. في day 2 الويف فورم رجعت نورمال وكانت باي فيسيك وريزيستيف اندكس بقت 0.78. البيشن في داي 2 ديفلوب سب هيباتيك كولكشن اند وي فيفر ات تو بي هيماتوما، لكن اكشولي افتر 4 تو 5 داي البيشن كم اجين وذ فيفر اند لوكوسايتوزيس، ف وكان الكولكشن انكريز ان سايز، فهو most likely to be infected or abscess infection. فلقينا ان الكولكشن جاي حتى عامل ضاغط على المين بورتال فين، ودخل لينا انه البلس ويف في البورتال فين تبقى مور بلساتايل. احنا قلنا انه البورتال فين عنده سلايد بلساتيليتي، فهنا البلساتيليتي كانت عالية، واذا قارناه بصورة قبل ما الكولكشن increase in size كان البورتال ليس بلساتيليتي. نفس البيشن كان في كومبريجن حتى على الاي في سي من الكولكشن، ودخل الفيلوسيتي في الاي في سي تكون هاي اولموست 127، وحتى في الهيباتيك فين كانت اولسو هاي اولموست 200. دي هنا الفيلوسيتي للهيباتيك فين في الاريا بتاعت الانستموزيس مع IVC also كانت high 161. طبعا البيشن يدعمل له مشى الانترفينشن راديولوجي ويدعمل درين للكولكشن. دي هنا النيدل فور درين. طيب نشوف الكيس الثالث معانا اليوم، دي بوست ليفر ترانسبلانت، وزي ما شايفين في discrepancy و mismatching في السايز بين الدونر والريسيبيان. فالفيلوسيتي كانت almost 100 at الانستموزيس اللي هي الفيلوسيتي هنا كانت 100، وبري الانستموزيس هنا كانت almost 50. فما في discrepancy واضح في ال... ما في hemodynamic change في الفيلوسيتي، فالبيشن stable وهي is getting better by time. طيب case 4 عندنا ده هنا right intrahepatic artery، عندنا تاردس بارفس ويف فورم، عندنا سلو شارب ابستروك وريزيستيف اندكس ات واز لو 33. فدرس البوسيبيليتي انه طبعا يكون في بروكسيمال ستينوزيس. ده الهيباتيك ارتري في الليفت لوب برضو كان التاردس بارفس والريزيستيف اندكس اولموست 0.4. ده نفس البيشن احنا قبل قلنا حصل له انفاركشن وإسكيميا ديو تو الفينوس ان ارتيريال بوس، فاللي هو كان فيه ثرومبوزس في الرايت هيباتيك فين، والسي تي شو الإسكيميا في الليفت سايد اند رايت سايد، والبيشن لوست هيز جرافت يعني ديفينيتلي. كيس نمبر 5 عندنا هنا بيشن هنا انتر اوبريتيف الايمج دي ماخوذه وما في سكن، فكان الويف فورم ايديال ويف فورم للهيباتيك ارتري، وال والريزيستيف اندكس ات واز 0.62 within normal range. في الفولو اب نيكست داي كان في الويف اقرب لانها تكون تاردس بارفس والريزيستيف اندكس بيجت 0.44، لكن مع الفولو اب في السير داي الريزيستيف اندكس بيجت بيتر 0.51.
والبيشنت كان كلينيكالي ستيبل. فافتر 2 ويك الريزستيف اندكس باك تو ذا نورمال، والويف فورم نفسها رجعت للنورمال وكانت الريزستيف اندكس 0.65. كيس نمبر 6، هنا عندنا transplanted liver since long time. فلو ملاحظين انه في nodular change في التكتشر بتاع الليفر، والليفر شكلها بقى سيروتيك، كان في intrahepatic biliary dilatation عندنا portal vein hepatic artery intrahepatic biliary dilatation. The portal vein itself it was dilated. طبعا عندي ساين بتاعت portal hypertension، عندنا ساين بتاعت cirrhosis. السبلين كان large في size، كان almost 17، وكان في recanalization و collateral flow. وهو البيشن كان actually transplant since 1996، والإيمج دي اتأخذت قريب، فكان هو البيشن بقى cirrhotic with portal hypertension. طيب case 7 و last case for today، دي صورة مأخوذة intraoperative، برضو شايفين الميسماتشنج في السايز بتاع البورتال فين، ده الدونر بورتال فين وده الريسيبيان بورتال فين، فكان في ميسماتش. الفيلوسيتي كانت ات الانستيموزيس 127، وبري الانستيموزيس كانت 46، زي ما شايفين الديسكربنسي في السايز. ودي هنا سي تي البيشن، السي تي دون ريسنتلي، فالديسكربنسي في السايز بقى اقل زي ما قلنا باي تايم البيشن بيتحسن. والمنطقه النرو دي هنا غالبا دي المنطقه بتاعت الانستيموزيس. طيب شكرا جزيلا، واتمنى ان اكون غطيت معظم الاشياء الضروريه والمهم انه نعرفها. فاحنا طبعا جايين نتناقش الليلة يعني أكثر من أنها هي محاضرة، فإذا في أي إضافة من أي واحد من الشباب feel free to add it، وإذا في أي سؤال برضو feel free to ask it. طيب مشكورين كثير يا شباب على المتابعة. وطبعا كان الفكرة في البداية انه نتكلم عن الليفر والرينال ترانسبلانت، لكن حسينا انه الوقت ممكن ما يزعفنا وما حبينا نطول على الناس. فليتو اون اذا الناس كانت انترستد ممكن نعمل انذر ليكشر عن الرينال ترانسبلانت. وشكرا جزيلا.